خلاص جاية على البيت. أنا بالسوق بدي أشتري غراض. يسلموا إيديك. الله يخليكي، لا تزعلي، لسه ما انتهى كل شيء. على فرض ما مشي حالي معهم رح دور على شغل جديد. بدي منه القطعة الثانية. ايه طبعا. طيب ممكن تعطيني اياه؟ ايه صحيح امي، القصة كلها مو مستاهلة. تفضل ماما، لما ارجع على البيت بنحكي. لا انا ما رح اتاخر، بعد شوي بشوفك. عفواً يا أنسة، هذا الحجر مانو أصلي. هيك لك هم. عرفت هالشي من أول نظرة، بس قلت لحالي إذا بفحصه بيكون أحسن. يلي معك حجر مو كريم. طيب شكراً، لا تؤاخذني على السبت. عفواً يا أنسة، كان في حلق هون. نحن رح نشتري. أخيراً لقيتي الحلقة اللي بتحبيه. رح يلبق لي كتير. شكراً، يسلموا إيديك. لو سمحتي، مر عيد ميلادك وما قدرت أهديك شيء. هدية مو محرزة قبلياً مني. قديش حقه؟ يلا روح سوق بسرعة، الله يوفقك.